ثمن نواب إقرار زيادة ميزانية البنك الصناعي، معتبرين أن هذه الخطوة ستكون على قدر كبير من الأهمية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحفز الشباب على الاتجاه للقطاع الخاص. المجلس أقر زيادة رأس مال البنك الصناعي إلى 150 مليون، والرأس مال السابق كان 50 مليون، في كثير من الطلبات الشباب المستحقة مدرجة وتنتظر في البنك الصناعي، ونأمل أن يتم الإسراع في تمويل المشاريع الجادة ويجد الشباب فرصهم.